أنا دايما اعتدت إن في كل أعمالك سواء المسرحية أو السينمائية تقدم اسكتشات غنائية، فهل القرار الغناء ده يعني جه منك ولا من منفذي الأعمال؟ لا، هو القرار جه مني انا في دي الحقيقه، لحبي للون الاستعراضي. زي ما انا جيت اعمل الفوازير اول مره هنا في مصر، وكان بعد الفنانه نيلي على طول. أيوة يعني رحت وانا سعيد، لان انا غاوي، ده غاوي، ما احبش الممثل الاستاتيك الافضل واقف، لان انا بمثل كوميدي، تمثيل سهل جدا. انما لما بتطعميه بالاستعراض وبالغنى، طبعا الناس خلاص بتستمتع بده. فاحنا اول من بدع هذا، من اول مسرحيه حواديت مع الاستاذ محمد محمد سالم، سالم اللي كان مرحبا. فيها سهير الباروني، واللي انا عامل فيها ست، لو فاكراها انت، دي بتاع يا طبعا فوزي. يا يا فوزي. فوزي، فدي كانت اول حاجه الاستعراض كامل فيها. من هنا بدات اللون عندنا على طول في المسرح بتاعي، لازم يبقى فيه ميوزيكال. كل الفرق دلوقتي ما شاء الله كلها لازم يبقى فيه غنى واستعراض وبتاع، سواء له مناسبه او غير مناسبه. ايوه تلاقي الغنوه نازله والبنات طالعين قدامي يعملوا كده، مقصود يعني كده من غير حاجه، يعني ما تعرفيش ليه في ايه، انما لازم على طول. كبير لم ينال اي جائزه من اي مهرجان سينمائي بالرغم من هذا النجاح الجماهيري، فما هو رأيك في قرارات لجان تحكيم المهرجانات؟ ما اعرفش، هو الحمد لله ان ما فيش حد كوميديان بياخد هنا جوائز الا يعني الكوميديا، ما حالات بتاخدش بسيطة. الجوائز بتاع نجوم الكوميديا، هو الجمهور، دي معروفة على طول. ولو ان بره هم اللي بياخدوا الجوائز. يعني انا فوجئت في ما فيش من شهر مين خد احسن ممثل كوميدي في امريكا. جاك نيكلسون. جاك نيكلسون ده الممثل الادوار الصعبة، خده في فيلم اخير عمله، هو مش كوميديان بس السيتويشن بيخدمه، انما خد جايزه. وجنبيه مين؟ جيم كاري وما اعرفش مين، اللي هم نجوم الكوميديا. والجميل هناك تبص يستعرضوا اسامي خمسه انجح خمسه، وبعدين يقول لك اند ذا وينر از، الفايز هو جاك نيكلسون. انا صوت الاخر هو لما طلع طبعا ضحك وقال، يعني انا مش عايز اقول ايه للي كانوا مش واثقين ان انا هاخد جايزة، بس انا خلاص خدتها خلاص. خدتها خلاص. فهناك بيقدروا الحاجات دي، انما احنا هنا يعني ما بعتبرهاش حاجه كبيره قوي ان الواحد ياخد جايزه، او اذا كانت جايزه دوله، جايزه حاجه كده، انما جايزه مهرجان، جايزه ما تعرفش المهرجان ده ايه، بتعمل فيه ايه، في ايه مين. يعني الواحد بيتفرج حتى شكل المهرجانات بره، شكلها بيفتح النفس. هنا في المهرجانات حتى في الصوره تلاقي اللي ماشي عامل كده، ايه معدي، عامل مش عارف ايه. يعني في مهرجان اخر شفت واحده معينه لا داعي ذكر اسمها عايزه تتصور باي طريقه، يعني تروح جايه في وسط وهم بيعملوا حديث، تروح جايه في الكاميرا معديه كده. فيعني المهرجانات حلوه عندنا وكويسه، بس مش مهم قوي فيها ان الواحد ياخد جايزه او مش مهم. دليل ما هو عادل امام ما اعتقدش، فاكر مره خدش جايزه في مهرجان سينما او حاجه.